بصدد الدورة السادسة لمهرجان ميسور. هذه الدورة تهدف أساسا إلى الانتقال نحو التجويد والاحترافية في تدبير هذا الحفل السنوي المتميز. هذه الدورة شعارها تقوية القدرات رهان أساسي لتحقيق تنمية مجالية. وحينما نتحدث عن تقوية القدرات نتحدث عن البعد الكفاءاتي في تدبير التنمية المحلية من خلال شحذ المعارف والمهارات والمواقف ومد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين. إذا لم يعد المهرجان هدفه فولكلوري فقط أو ترفيهي فقط، بالإضافة إلى هذين الهدفين هناك أهداف تنموية مرتكزة على الجانب العلمي الذي سيعرف تنظيم ندوتين علميتين. وقد تم توزيع مجموعة من وسائل النقل اليوم 14 وسيلة نقل على مختلف الجماعات لتنضاف إلى الأسطول النقل المدرسي الذي يتوفر، والآن قد حققنا فائضا وقد دللنا الصعاب على التلاميذ الذين يوجدون في مناطق بعيدة ونائية عن المدرسة العمومية. هذه هي الأهداف الأساسية التي نسعى من خلالها في تنظيم هذا الحفل السنوي.